قال المصنف رحمه الله تعالى، ما زلنا في كتاب طبعا البيضاوي من هذه الأصول الأصول، قال رحمه الله عليه، قال الفصل الثاني في حكم الاجتهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في حكم الاجتهاد. اختلف في تصنيف المجتهدين أو المجتهدين في مسائل، في مسائل الفروع، بناء على الخلاف أن لكل في أن لكل سورة حكما معينا وعليه دليل قطعي أو ظني، يعني هل في كل مسألة فيها حكم معين عند الله جل في علاه، أم هو وكل الحكم للمجتهد؟ مسألة التفويض التي شرحناها قبل ذلك في إشادة الفحول. يقول المختار ما صح عن الشافعي في أن في الحديث حكما معينا، يعني كل حديث لها حكم عند الله جل في علاه، في أن في الحديث حكما معينا وعليه أمارة، أمارة من أجلها أصاب، يبقى في الحكم في إذن. وقال المسألة فيها حكم معين عند الله جل في علاه، وجعل الله عليه أمارة، جعل الله عليه أمارة من بلغها، من وجدها أصاب، ومن فقدها أخطأ، وإن أخطأ قال شافعي لا يأثم. وهذا الرجل صحيح في الاجتهاد لا يأثم صاحبه. وهذه مسألة صراحة اختلف فيها العلماء، مسألة عظيمة الخطب كما قال العلماء، هذه المسألة مسألة عظيمة الخطب، وهي المسألة التي قال فيها العلماء هل كل مجتهد مصيب أم لا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا. هذه المسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ درسنا هذه مسألة لما درسناها، لأنها من الأهمية بمكان صراحة، والكلام فيها درسناها بشار، درسناها في إرشاد الفحول، لكن أنت ممكن ما تكونش حضرت. عامة هذه مسألة كما قلنا عظيمة القدر، نتواصل في الكلام فيها. ويعني المسألة هنا عندنا في مسألة الاجتهاد، اجتهاد في الأصول، حتى نتكلم نضبط المسألة، اجتهاد في الأصول واجتهاد في الفروع، اجتهاد في الأصول واجتهاد في الفروع. بالنسبة لاجتهاد في الأصول، لم يقل أحد قط بأن كل مجتهد مصيب إلا الجاحظ، يعني مسائل الأصول، المسائل التي يعني الكلام فيها طبعا ضيق جدا في هذا الباب، وهي مسألة من الأهمية بمكان، سواء كانت المسألة مسألة الأصول، سواء كان المدرك مدركا عقليا كحدوث العالم وخلق أفعال العباد، أم هي مسألة شرعية كمسألة عذاب القبر والحشر لا يؤخذ إلا من الدليل، فكلها الخلاف فيها ليس فيها، لا يقال فيها مصيب أن الكل مصيب، لا يقال بحال من الأحوال. نعم، طبعا نقل عن الجاحظ، تعلمون من الجاحظ يعني ولا ما تعرفونه؟ البصري، هو من أئمة اللغة والأدب، يعني ليس حقا، يعني ليس له، أنا ما أدري أدخل نفسه في غير ما يحسن، لذلك أضاع نفسه. والحق أنه معتزلي أيضا، الجاحظ أصلا معتزل الفكر، وهو كما قلنا يعني عنده هو هو هو, هو رجل من أدبي، رجل من يعني منشغل بالأدب والبيان وغير ذلك. طبعا كتاب الحيوان كتاب ماتع، كتابه له كتب كثيرة نافعة، كتاب الحيوان والبيان والتبيين فيها طبعا لابد أن الاعتزال فيها ظاهر جدا، كتاب الحيوان بين التبيين والبخلاء وغير ذلك من الكتب المعروفة للجاحظ. الجاحظ أصلا معتزل الفكر، وهو يقول بذلك، يقول كل مشاهد هنا مصيب، وهذا اختلاف أصلا، يعني هذا خلف السلف والخلف جميعا. وأيضا يعني قال بذلك عبيد الله بن الحسين العنبري، يقول يعني قال بعض العلماء كان فقيها وأخذ عليه القول بتكافؤ الأدلة. نعم، أتى بالعجائب والله يا غني، فقال هل ممكن يصل للكفر لو قال كل مجتهد مصيب في مسائل الأصول؟ ممكن يكفر بذلك، يعني هو لو قال من قال القرآن مخلوق ومن قال القرآن كلام الله مصيب، كل منهم مصيب، كفر بذلك، أو هذا القول قول كفر، أقر بأن القرآن مخلوق. ده أنا بضرب مثلا فقط، المسألة على ضرب المثل وليست المسألة على يعني البيان في هذا. نعم.
فالحق بأن مسألة الأصول لا يقال فيها هذا الكلام، لا يصح أن يقال فيها هذا الكلام، الخلاف في الأصول غير وارد ولا يكون إلا من أهل بين أهل السنة بين أهل البدعة، ولا يقال بأن كل مختلف مصيب أبدا. أما في الفروع فنعم، ولذلك أنا سألخص الكلام في مسألة تصويب المجتهدين في مسائل الفروعية، مسائل الأصول فالخلاف الإجماع هو أنه لا خلاف في مسائل الأصول، لا يعني لا استغفر الله لا يقال بأن كل مجتهد في مسائل الأصول مصيب، خطأ مبين ولا يصح بحال من الأحوال. فبقى الكلام بقى على النوع الثاني، الصف الثاني، هو الخلاف في مسائل الفروع، الخلاف فيها كل مصيب أم لا. طبعا لو قلنا كل مصيب إجمالا سأقول لكم إجمالا على أقوال ثلاثة، أو هي الحق على قولين، هي الحق على قولين، والقول الثالث هذا توفيق بين القولين. القول الأول كل مجتهد مصيب، والقول الثاني ليس كل مجتهد مصيب. طب وين النزاع؟ النزاع بينه المصنف رحمه الله تعالى، النزاع أصل النزاع في ذلك هي مسألة هل للمسألة حكم معين عند الله، وجعل عليه أمارات ودلالات، أم جعل المسألة مفوض فيها إلى المجتهد، ما بلغ إليه المجتهد فيكون هو حكم الله، فيكون هو حكم الله الذي فعله. هذا الأصل في الخلاف، فهمتموه أم لا؟ ما أدري فهمتم أم لم تفهموا؟ ما فهمتم؟ نعم أنا توقعت ذلك. نعم أقول مسألة الخلاف في مسائل الفروع، خلاص تكلمنا عن الأصول، المسألة الخلاف في مسائل الفروع هل هو وارد أم لا؟ هل كل مصيب أم لا؟ القول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب على قولين، القول الأول نعم الكل مصيب، والقول الثاني ليس كل مجتهد مصيب. طب أصل النزاع بينهم في المسألة الفقهية، المسألة في النازلة من النوازل، هل لا حكم معين عند الله جل وعلا وجعل الله عليه أمارة وعلامة كدليل يعني يعرف بها به أم لا؟ فالأصحاب القول الأول قالوا لا، ليس لها حكم معين، بل وكل الله تعالى حكمها لوصول المجتهد إليه، فما وصل المجتهد إليه كان هو حكم الله فيها، مفهوم أم لا؟ هذا أصل النزاع، والجماهير يرون بأن لها حكم معين عند الله تعالى. نعم الخلاف كما قال عبد الرحمن، ممتاز ماشي أنا معكم في هذا. إذن هذه أنا أردت أن أنا أبين فقط وجه النزاع، أصل النزاع بينهم مفهوم؟ إذن إليكم البيان في هذا الباب، بأن المسألة فيها قولان، القول الأول هو قول الأشعري والغزالي والقاضي البقلاني، وطبعا الغزالي وابن العربي يعني تلميذه دفاع عن ذلك دفاعا مستميتا بأن الحق متعدد وأن كل مجتهد مصيب، والأصل عندهم أنه ليس لله في كل واقع حكما معينا قبل اجتهاد المجتهد، وأن الحكم هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد ما يعني ما وصل إليه المجتهد هذا حكم الله، فلذا كل مجتهد مصيب، وهذه صراحة مصيبة. أما القول الثاني فهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهؤلاء قالوا بأنه ليس كل مجتهد مصيب بحال، وأن كل واقعة إن لله في كل واقعة حكما معينا قبل الاجتهاد، فمن صادفه فهو المصيب، يعني من أصابه فهو المصيب، ومن لم يصادفه كان مخطئا، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد كما بينا، وأن الحق لا يتعدد بل الحق واحد عند الله جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا قد نصب على هذا الحكم دليلا وأمارات، والمجتهد يجد ويبذل الجهد ويستفرغ الوسع ليصل هذه الإمارات حتى يصل إلى الحكم. استدل أصحاب هذا القول بحادثة بني قريظة
بأن سلم قال لا يصلن أحد منكم العصر إلا بني قريظة. قالوا هذه دلالة على أن الحق متعدد وليس بواحد، وهذا خطأ مبين. لأننا لو نظرنا إلى هذه المسألة ليس فيها ما يستدلون به. أين هنا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين بأن باجتهادهما، يعني جعل كل فريق مصيب؟ أين الدلالة أنه جعل كل فريق مصيبا؟ أين الدلالة؟ لا دلالة، ما في. هو لم ينكر على أحد الطرفين ولا إنكار على المشاهد، لم ينكر على أحد الطرفين ولا إنكار على المشاهد أصالة، فهمتم؟ لا إنكار على المشاهد أصالة. ولذلك نقول بأن الأمر في هذا على الاجتهاد. نعم لم ينكر على المجتهد، لكن لم يقر الاثنين بأنهم على الإصابة، بل نحن نقول المصيب من صلى بني قريظة، وبعض العلماء قال الحق مع أحدهما، وأن الحق مع من يعني تعجل بالصلاة. كيف سكوت إقرار؟ إقرار بالاجتهاد مش إقرار بالإصابة. أشرقت شمس مخاضر علينا وأنت تخلفت عن الدرس من الصباح، درس كامل ذهب عليك ونصف هذا الدرس، ما أدري لما وكيف. هناك تقاعس بين الإخوة وهذا خطأ مبين. عامة الدليل الذي يستدلون به على أنه على حديث بني قريظة ليست لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفريقين على نفس الاجتهاد على النتيجة، ثمرة الاجتهاد. أقرهم على الاجتهاد فقط، أقرهم على الاجتهاد فقط. ولذلك قلنا أن المحققين يرون أن طائفة أفهم من طائفة، وطائفة أصابت وطائفة لم تصب. إذن غفر الله لكم، جعل الله من ذا حسناتك. أن السلام لم يصحح، قلنا لم ينكر على المجتهدين، لم ينكر على المجتهدين، وهذا صحيح أن المجتهد ينكر عليه، لأنه في الحالتين قد أصاب أجرا، في الحالتين قد أصاب أجرا، مفهوم؟ هذا دليل القوم. أما دليل الجمهور، أدلة الجمهور كثيرة جدا بأن الحق ليس متعددا، وأن الحق عند الله واحد. من ذلك بالكتاب، قال الله جل في علاه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إذا هذه الدلالة واضحة جدا، إما حق وإما ليس بحق. قول الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إما هدى إما هوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على مكة قرأ عليهم وهو يسقط الأصنام يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، ما في وسط بينهم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وطبعا فاصل الخطاب في حديث السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا سمى المجتهدين وقال: إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، فسماه مخطئا. وهذا فاصل في النزاع، هذا فاصل في النزاع. والذي يفصل لكم حتى لا أطيل في المسألة، احنا يعني صراحة أطلنا جدا، والذي يفصل في المسألة ما وقع من الخلاف بين الصحابة، الذي يفصل في المسألة ما وقع من الخلاف بين الصحابة، هذا يدل أنه ليس لا يمكن أن يقال بأنه لا يمكن أن يقال بأنه الخلاف بينهم خلاف معتبر. أستغفر الله، الحق بين أن الحق في خلافهم مع الاثنين، لا ليس صحيح. فإذا فصل النزاع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر. والذي يعض ذلك ويقوي ذلك ما وقع بين الصحابة، فقد وقعت المناظرة الكبيرة بين عمر الخطاب، بين أبي بكر وبين عمر رضي الله على الجميع. لو كان الحق متعدد ما حدث ذلك، إن كان الحق متعدد ما حدث الشدة في 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 في, في المناظرة، واستدعى أبو بكر استدعى القياس واشتد على عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى جاء
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انظر لفاصل الخطاب هنا، قال ما رأيت والله إلا أنه ما رأيت والله إلا أنه قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. أو فاصل في النزاع هنا في الخلاف، يبقى إذن غير متعدد، هنا حق واحد، حق واحد. أبو هريرة اختلف مع الصحابة، من قام جنبا يغتسل، من قام جنبا يغتسل ويتم صومه أو يمسك عليه قضاء، قال يمسك عليه قضاء، حتى عارضوه بحديث عائشة وأم سلمة بأن سلم كان يقوم جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، فرجع. إذا الحق ليس بواحد، الحق واحد ليس متعدد. ما حدث في الخلاف بين ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بشدته على شيخه على زيد في المسألة الخلافية المعروفة، في مسألة الجد ينزل منزلة الأب مع الإخوة ولا يتقاسم مع الإخوة، مسألة المشاركة معروفة مشتهرة في المواريث. ماذا قال ابن عباس؟ قال ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد، أما علم بأن الله جعل الجد أبا حين قال ملة آبائي، يوسف يقول بذلك ملة آبائي إبراهيم، وصدر الأب بإبراهيم عليه السلام وهو جد، قال قد جعل الله الأب جدا، الجد أبا، قال ألا يتقي الله زيد خلافه الآن. لو كان الحق متعدد ما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب يقول عن ابن عباس إنك رجل تائه، قال ماذا تقول؟ إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. لو كان الحق متعدد ما 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 حدث شدة ولا بينهم. بل ابن عباس أيضا أنكر علي بن أبي طالب عندما خد الأخاديد، عندما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري قال واستدعيتك قنبرة. قال ابن عباس لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أيضا في ذلك خلاف عائشة وانكرها الشديد على الصحابة في مسألة انقطاع الصلاة بمرور المرأة، قال أشبهتمونا بالكلاب والحمير، ولقد رأيتني وأنا أنام معترض اعتراض الجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخطأت فيها في اجتهادها، لكن أقصد لو كان الحق متعدد ما حدث هذه الشدة بينهم في الخلاف. الخلاف الذي دار بين عائشة وبين جميع الصحابة مسألة الرضاع الكبير، وهي تقول برضاع الكبير، هذا كله يدلك على أن الحق متعدد وليس واحد. دي مسائل الفروع، مسائل الفروع الحق غير متعدد والحق واحد. يدلك على القول بأن الحق متعدد قول باطل لا يصح، والحق واحد عند الله جل وعلا. وقد نقول بالتوفيق بين القولين أن نقول نعم قد يصح أن نقول في القول الثالث بأنه مسألة كل مشاهد مصيب، نعم كل مشاهد مصيب الأجر، نعم هذا صحيح لقول السلام فأصاب له أجران فأخطأ فله أجر، نعم. وقد نقول كل مجتهد مصيب في إيش؟ في السعي إلى في اجتهاده، يعني في أن يجتهد للوصول للمسألة مصيب، يعني مصيب أنه اجتهد للوصول للمسألة، المسألة تحتاج إلى اجتهاد للوصول إليها، نعم وله أجر في ذلك، فكل مصيب الأجر. هذا الراجح الصحيح، ونقف عند هذا حتى لا نطيل، وتكون هذه المسألة يعني تبقى لها ذيل وحيد ينتهي إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعد ذلك نختم بالكلام على الإفتاء وأسباب الإفتاء. يعني المسألة هكذا تعتبر انتهت، لكن سنأخذ منها بعض ما قال المصنف في مسائل الفروع، قال مسألة الكناية والإجتهاد في مسألة الكناية وغيرها، ضرب أمثلة يعني في ذلك، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم مع الكلام على الإفتاء. نسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا يعني أبو البراء طبعا متدلع، اسكندراني متدلع، لكن اللي بيحضر معانا ما فيش دلع معانا، احنا كنا أصلا بفضل الله في الدورات اللي اتكلمنا عنها من العصر للعشاء بنشتغل، لذلك الحمد لله أكثر اسكندراني اللي بيشتغل، أكثر الإخوة اللي بتدرس كتب بكتب مذاهب والحمد لله على إتقان، هم الذين اتخرجوا من هذه الدورات بفضل الله الذي فعلها. وإياك ربنا يحفظك يا شيخ علي، يا شيخ علي.
يعني نسأل الله في ولا أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هي نرتاح 10 دقائق بعد إذنكم، وإياك وإياك شيخ أحمد، نرتاح 10 دقائق ربع ساعة ونبدأ في الدروس الليلية، وربنا صبرنا وصبركم. ربع ساعة راحة للإخوة، نعم، جزاكم الله خيرا. والله هذه الحياة، من غيرها فنحن على موت، من غيرها نحن. وبعدين نحن لابد أن نحمد الله على هذه النعمة الكبيرة، غيرنا لا يجد ذلك ولا يستطيع ولا يتحمل. والله جل في علاه له ما له من يعني من الفضل على عباده، ونسأل الله أن نكون جميعا من الشاكرين. جزيتم الجنة، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين.